سميتي بوزين موهوب، واحد من الورثه ديال بوزين الحسين. خويا الامور كلشي كانت غدا مزيانه، العقار تفرق، الفيلا تقسموا، كلشي المسائل تقسموا. قلنا لي كونت هنايا ديال في التجاري وفا بون. جينا دابا شي تقريبا 5 موا ولا 3 موا على اساس باش غادي عطاونا واحد الشكايه وهميه، ماشي شكايه غير بلاغ ولا واحد الورقه حطتها المحاميه، يعني ما عندهاش شي انتيري ولا. الور دابا منين جينا عندهم قال لكم ديروا واحد المحاميه حطت لكم واحد باللغه بالفصحى ولا بالدارجه العصا في الرويضه حطتها لينا هنا. مشينا عطاونا ديك واحد النسخه منها، مشينا للعمل المحكمه ديال القنيطره، تبعنا ذاك الملف تقريبا المده ديال 5 شهور حتى البارح عطانا بثوا فيه بانه في الحفظ. ها هي الورقه راه عندكم، ملي بثوا فيه بانه في الحفظ جينا دابا عند لابونك باش نعطيو هذيك الورقه لا ريبونس ديال هذاك هذاك البلاغ اللي عطاونا. الور انت تنتفاجئوا دابا بانهم ما تيعرفوناش، وقال لك سير المحكمه. قلنا له ودي لك انا نمشي المحكمه، عطينا غير شي ورقه على اساس باش نعرفوا هذه المحكمه اللي نمشي ولا الدعوه اللي عندنا. قال لك لا سيروا للمحكمه، وخلونا من قريب مع السكيورتي مساكن، تيطلع عنده تيردوا لينا تيحشم هذاك السكيورتي، رجعنا تنحشموا منهم. وهاد الناس هادو ما عرفناش العلاقه ديالهم شنو، واش هادشي استفزاز ولا العصا في الرويضه كما تيقولوا، ولا ما فهمتش انا هاد الناس شنو بغوا عندنا. وحنا اخويا ماشي من هنا، من البعيد بالعيون ومن طنطان جايين، ها هما الورثه راه كلشي كاينين هنا، وهاد الناس ما داروش معنا حتى شي مبادره طيبه ولا شي تعبير اللي غادي يعطيو لك زوين ولا شي ريبونس باش نمشيو نقضيو غرضنا. ها هما خلاونا مشوجرين هنايا دابا ملوحين، ما كانش اللي عطانا راس الخيط، انت تشوف ما كان حتى شي مسؤول. هو السكيورتي اللي تهبط عندنا تيقولنا راه عندكم المحكمه، عندكم دعوه، فينا هي الدعوه؟ عطيونا رقم ديالها، ما كاين والو. خويا انا بوزينه حوريه من الورثه ديال بوزينه الحسين، عطيتهم الحاله المدنيه في البنك، عطيتهم عدد الايرات، عطيتهم شهادة الوفاة، عطيتهم شهادة الوفاة، ثلاثة شهادة الوفاة اللي عندي ديال فرنسا وديال المغرب وديال السفارة، عطاها لي السفير شخصيا. ومشيت لبنك المغرب، الوالد عنده 15 كونت، جيت لهنا عند المسؤول عطاني شكاية، قال لي يا سيري فكيت المشكل في قنيطرة، مشيت المشكل 5 شهور، عطاني وكيل العام شخصيا الورقة بأن ما عنديش مشكل في المحكمة، بأن الملف تحفظ. منين جبت الورقه للبنكه قالوا لي سيري عندك دعوه في المحكمه، قلت لهم سيدي لا عندي دعوه في المحكمه، اعطيني ورقه ولا رقم ديال الدعوه. قال لك سيري للمحكمه عندك دعوه في المحكمه، اش غنمشي نمشي ندور المحاكم ديال المغرب كاملين؟ طلبت غير المسؤول واحد ينزل عندي من الاداره، ما بغاوش مقدمين لي سيكيريتي وحده، سيكيريتي بوحدو اللي كيتقدم، ما لقيت مع من نهضر، حتى شي مسؤول حقروني، ما كيعتبرونيش مغربيه، إلا أنا ماشي مغربيه يقولوها، إلا ما عندي حق يعطيني ورقة مع أن ما عنديش حق، هذا الشيء هي المشكل اللي عندي. قال لك عندي دعوة، قلت لهم أسيدي اللي عندي دعوة أعطوني رقم الدوسي، ما بغاوش يعطيوني، دايرين نهار الأول جبنا عون قضائي، سكتي أمي، جبنا عون قضائي دار هاي 15 كونت، إلا طامعين في 15 كونت يقولوها، عندنا الحالة المدنية، عندنا الأوراق، عندنا عدد الإيرات، هذا العدد الإيرات كتقدم في البنكة باش كيعطيو، ولكن هذا الشيء اللي كاين، شكاية وهمية، ما كايناش دعوة. منين جيت قلت لهم ها الوكيل العام ديال القنيطرة شخصيا ها هي الورقة عطاها لي، قال لي ما عندك حتى شي مشكل. منين جيت عندهم قلت لهم ما عندي حتى مشكل، قال لك عندك دعوة في المحكمة، قلت للمسؤول ينزل عندي يعطيني الرقم ديال الملف ديال الدعوة، ما بغاش ينزل، كيصيفط لي غير سيكيريتي.